وهذا راه بوست دو بروكسيميتي، راه ماشي كوميسارية. هذا ماشي كوميسارية، انا عارف. شعب حرش الشعب، حرش الشعب. اجينا اسلم حالك، نور الدين تحية ليك، تحية للصمود ديالك منذ ولدت. التجبر اللي قائم الان راه غير قانوني، تبع الفصل 19 من قانون الحريه العامه وحاله الطوارئ الصحيه لمكافحه داء كوفيد، ويعاقب عليه من تبع الفصل 20 من قانون الحريه العامه باسم القانون. تفرقوا باسم القانون، تفرقوا باسم القانون، تفرقوا والا سنستعملوا القوه. ما هذا الملف ما تحاوروش معنا فيه. يلا 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 شريف، يلا شريف تحرك، تحرك 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 قسمش. يلا حيد. إذن اليوم جات واحد العدد ديال التنظيمات اللي منضويه في الجبهه الاجتماعيه المغربيه باش تحدد اليوم ذكرى ديال حركة 20 فبراير. وكيف يعني كان متوقع، يعني لقينا جميع الانواع ديال القوى القمع اليوم في الساحه ديال باب الحد اللي كان مقرر انها تعقد فيه الوقفه، وكنعرفوا بان الوقفه في القانون المغربي ما كتحتاج لا تصريح ولا اشعار ولا يعني حتى شي اجراءات. هي في القانون المغربي ممكن ومن حقنا نديروا وقفه سلميه في المكان اللي احنا اختاريناه. ولهذا فهاد اليوم اللي هو ايضا اليوم العالمي للعداله الاجتماعيه، وكيف ما خرجت حركه 20 فبراير قبل 10 سنوات كطالب بالعداله الاجتماعيه والحريه والكرامه والمساواه، فاليوم سنستمر في نضالنا من اجل مغرب الحريه، من اجل مغرب الديمقراطيه ومغرب العداله الاجتماعيه، المغرب اللي كيتسوى فيه الجميع، المغرب اللي كتغيب فيه كل اشكال الاستغلال والتمييز والاضطهاد والقهر والظلم اللي اليوم كنضلوا ضدهم. اليوم 20 فبراير 2021 خلدوا عيد الشعب هو 20 فبراير اللي دابا مرات 10 سنوات منذ خروج المسيره الاولى في 2011 اللي كانت المطالبنا وما زالت نرفعوها حول اسقاط الفساد والاستبداد والحريه والكرامه والعداله الاجتماعيه والمساواه الفعليه. اليوم كباقي المدن اللي علنات على الوقفه ديالتها باش تخرج هنا وتعبر على المطالب ديالها، فاذا به تجي السلطه بمختلف الاشكال ديالها وتيقطعوا لي بونكارت وتيضربوا وعنفوا واحد جوج الرفيقين راهما حاليا دابا مشاو للمستشفى واعتقلوا حاليا امين الشباري اللي هضر يرعف ومنعونا رغم ان الوقفه باش تدخل للراس المسؤولين. راه الوقفه ما عندهاش اجراء قانوني، ما تتمناش من حق اي مواطن مواطنين يوقفوا ويحتجوا، راه ما كايناش. والجمعيه براسها كانت اعتقلوا منها 33 واحد، والوكيل الملك ما لقى علاش يستاند، والواحد يرجع لقانون الحريه العامه ويعطينا شي حاجه سميتها الوقفه، ها الاجراء اللي خصك دير. والغريب والمضحك
انهم تا ضربونا وسالونا عاد تيقدد الاخر هذيك العلامه باش يدير باش يقول بان حنا كنا قانونيين ويتصور بان راه هز الميغافون وهذا، في حين ان كانت العصا هي المانعه. ما توصلنا بشيء، ولو كنت وصلنا غال خرجوا ولوقفوا باش نقولوا بركه من الحقره، بركه من الفقر، من حق الشعب المغربي يتمتع بالثروات ديالو، وبركه من الريح، وبركه من النهب، وبركه من الاعتقالات، والحريه للمعتقلين السياسيين، والحريه لمعتقلي الراي، وبركه من الحقره. ما تنساوش تابوناو في لاشين وتاكتيفيو الجرس باش يوصلكم جديد فيديوهات بيل بريس، وتبارطاجيو مع صحابكم.